السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو لشرح طريقة تعبئة الهاند هيجين فورم للمستشفيات. بداية نذهب لهذا العنوان www.gdipc-forms.com، إدخال الاسم المستخدم والرقم السري. بعد ما ندخل الصفحة ممكن من هنا نغير اللغة، ممكن إذا احنا حابين نغير الباسورد بالذهاب إلى البروفايل. بعد كذا نضغط البروجرامز. الصفحة لا تسمح لنا إلا بدخول برنامجين اللي هم الهاند هيجين سيلف أسسمنت، وهذه تكون تعبئتها سنويا بداية كل سنة في شهر يناير، والهاند هايجين فورم هذه يتم تعبئة التقرير فيها بشكل شهري. طبعا أول ما ندخل الصفحة هذه باي ديفولت راح يكون عندنا اسم المستشفى في أعلى الصفحة، نضغط كرييت. بعدها الصفحة هذه تعتبر كتراكر، تقولنا متى بدأنا تعبئة التقرير وكم opportunity تم تعبئتها إلى اليوم. الصفحة هذه هي الفورم اللي يتم تعبئتها، وهي ممكن حتى تستخدمها أو تم تعبئتها عن طريق الجوال. مكان الكومنت هنا إذا أنت حاب تبلغ الكوردينيتر أي شيء، مثلا إذا أنت أحد اليونتس ما تغطت إيش السبب، فممكن تشرح في مكان الكومنت. اللون الأحمر هنا هذه التراكر يبلغنا كم عدد الأبورتونيتي اللي تم تغطيتها إلى اليوم، وكم عدد الأبورتونيتي المطلوب تغطيتها. هذه كلها نأخذها من الانفورميشن. احنا قسمنا المستشفيات إلى 3 أقسام، لارج وميديوم وسمول. مثلا هنا الميديوم لازم تغطي 150 أبورتونيتي، بواقع 50 من الاي سي يو، 50 من الاي ار، و50 من الهيموداليسيس، وهكذا لأقسام المستشفيات الأخرى. فهنا يعطينا تراكر ان انت المفروض تغطي 150، وكم عدد الاوبورتونيتي اللي تم تغطيتها. ايضا بيقسم لنا كم اي ار والهيموداليسيس كم والاي سي يو كم، عشان يسهل لك عمليه العد. هنا فاسيليتي انفورميشن، هذه معلومات المستشفى، طبعا الكل يدخلها عشان يتاكد من المعلومات صحيحه ولا. اسم المستشفى هو الوحيد اللي ثابت ما يتغير، اي معلومات اخرى ممكن تغييرها، مثل اسم مدير المستشفى، ايميل المستشفى، رقم التليفون، البيت كاباسيتي، هذه كلها أشياء تتغير. فأي معلومة خاطئة أرجو التواصل مع منسق المنطقة لتغييرها. طريقة تعبئة الأبورتونيتي هنا بالطريقة هذه، ندخل على اليونت، عندنا الـ ER هيموداليسيس آي سي يو، تم إضافة NICU، PICU، CCU، SCU. طبعا الكل يعرف أن هذه كلها أقسام من الآي سي يو، فإذا اخترنا واحدة منهم راح تنضاف هنا as آي سي يو. بعدين عندنا shift time، نختار shift time الصحيحة، نختار professional category. طبعا احنا نشجعكم انكم تختارون مختلفة، يعني مو بس كل الopportunity يتم تغطيتها في الصباح، لازم يكون في اختلاف. عندنا الindication، عندنا 5 indication، ممكن نختار 1، 2، أو 3 على حسب السيناريو، لكن نحط في بالنا ان ما نقدر نختار 4 أو 5 من بعض مع بعض. فاذا انا اخترت 4، 5 راح تكون lock والعكس. بعدين عندنا الaction، نختار الaction. عندنا مثلا اذا كانت no hand hygiene action لازم نختار gloves، هل كان العامل الصحي يلبس gloves أو ما كان يلبس، هذا طبعا على حسب تعليمات WHO. بعدين نضغط send. إذا ضغطنا راح يبين لنا هنا التاريخ، وراح يبين لنا الوقت. السبب في هذا إحنا زي ما قلنا لكم إحنا نبغى التغطية تكون بشكل يومي، لكن إذا ما كنا نقدر يوميا على الأقل كل أسبوع يتم فيها تغطية. كل أسبوع ما نقدر نخلي التواريخ مثلا على نهاية الشهر، 4 تواريخ على نهاية الشهر، لا، لازم يكون في كل أسبوع في تاريخ. ايضا العدد الاوبورتونيتي اللي احنا مثلا طالبينها 150، فيكون فيها تقسيم على قد ما نقدر انها تكون متساويه بين الـ4 تواريخ اللي هي زي ما قلنا انها تكون كل اسبوع. اذا كان عندنا اشكاليه في واحد من الاوبورتونيتي كان فيها اي خطا، ممكن نحذفها عن طريق زر ديليت. بعد لما يكون عندنا نهايه الشهر ونكون احنا مستعدين ان نسوي سبميت للتقرير هذا عشان يتم تحليله، نضغط سبميت. طبعا السبميت هذا ما راح يكون اكتيفيتد الا تقريبا على نهايه الشهر، يمكن 28 او 29. السبب ان ما سوينا لها اكتيفيشن من البدايه عشان ما يتم ضغطها بخطا. في نهايه الشهر حتى لو ما ضغطنا سبميت راح التقرير هذا راح يسلم اوتوماتيكيا، يعني لما انت تدخل في اول يوم من الشهر اللي بعده راح تلقى فورم جديده. طيب عشان احنا نشوف بعد ما نسوي السبميت نبغى نشوف التقرير، ندخل داشبورد. بعدين باي ديفولت راح يودينا اساسا للمستشفى التابع لنا. لما نضغطها راح يورينا الكومبلاينس ريت للمستشفى في الشهر الماضي، لكن لو احنا نبغى نكون نشوفها في اكثر من شهر، نبغى نشوفها 2، 3 او حتى سنه، نختار من هنا بعدين نختار فيو. التقرير راح يكون بهذه الصيغة، إذا أنا الكومبلاينس ريت 80 أو أعلى راح نشوف
الإنذار هذا إنه is it reliable and valid hand hygiene compliance rate، هل هذا فعلا يمثل الواقع compliance rate معدل الالتزام، هل في أي مشاريع تحسينية، هل يطبق WHO multi model، يعني هل عندك تفسير لهذه النسبة العالية. أيضا راح يبين لك هنا عدد الفرص التي تم إلغائها في هذا الشهر، هنا يعطينا compliance rate لكل منطقة، لكل shift time ولكل category. طبعا إذا ما تم تغطية أحد الشيفت تايم أو أحد الثلاثة يونت أو أحد البروفيشنال كاتيجوري راح يعطينا تنبيه إنه ما تم تغطيتها، عشان هذا تشجيع لكم لتغطية الكل سواء الشيفت تايم أو البروفيشنال كاتيجوري. بعد كذا إذا أنت تبغى الإكسل حقك تبغى تحصل عليه you can extract it، انك تروح الارشيف بعدين تروح البرنامج تضغطه وبعد كذا بيطلع لك التقارير كلها، ممكن تسوي لها داونلود. هذا شرح بسيط للطريقة التعبئة، إذا في أي مشكلة أو عندكم أي تساؤل لا تترددون بالتواصل مع منسق الهاند هايجين في المنطقة، وشكرا لكم.